السلام عليكم، في رسالة من عند أمي الله يحفظها لشخص ما. بصراحة هي ما قالت لي أوصل لك أي شيء، بس من قد ما تعليقك ضايقها وقهرها وخليت دمعتها في عينها ذاك اليوم، قلت بكون فاعل خير وبوصل لك الرسالة. حظك الشين تعليقك طاح في عين أمي، وهي أم لا تلومها، واحد يدعي على ولدها شو تتوقع ردت فعلها؟ شوف هي ما سبتك ولا دعت عليك، لكن قالت شيء، ربي ياخذ حقي وحقها منك يوم القيامة. أنا عندي لو سبتك أو سطرتك في الدنيا أحسن لك، عاد خذ الحين وين ترجعها مع دعوة أمي. الله يعينك. أنا بالنسبة لي أمسامحك ومسامح أي شخص يسب أو يطنس في التعليقات، تعوت مع أول راسي، هذه ضريبة الشهرة. فنصيحة لأي واحد يسب أو يطنس على شخص في التعليقات، ترى آلاف البشر يشوفون تعليقك، منهم أمه وأبوه عورت قلوبهم الله يهديك، منهم أهله أحبابه أصحابه، أكيد يعني ما رح يرضون على ولدهم. فلا تستهين بهالشيء وتقول ما حد يعرفني ما حد يشوفني أنا ورا الجوال، ربك فوقك يشوفك وتوصل له كل دعوة دعوها عليك. الله يعينك هات وسلامتك.